أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كيدز مصر. ضيفنا النهاردة من محافظة الأقصر، عمدة قرية العضايمة، العمدة ضياء البيتيتي، مركز إسنا محافظة الأقصر، العمدة أمين عام حزب حراس الثورة محافظة الأقصر، وعضو سابق عضو مجلس الشعب 2010. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا اهلا يا فندم. بحضرتك، تشرفنا بحضرتك يا فندم النهارده. احنا اسعد. كان عايزين ندردش مع حضرتك ونسألك عن دور حضرتك ايه في انتخابات مجلس الشيوخ. هو طبعا انتخابات مجلس الشيوخ اللي عدت علينا من ايام، يعني احنا كمواطنين في الشارع الاسري وكبرضه راجل سياسي برأس حزب كان ليا وجهة نظر معينة، يعني اتفضل فكان كلمنا عنها. الاختيار طبعا ده أهم حاجة. ايوه طبعا. نمط الشارع ونمط المواطن ده اللي كان يعني هدفنا وبنجري ليه، فتم اختيارنا الاثنين مقبولين جماهيريا، لهم بصمات، لهم تاريخ، أعمالهم في الخير واضحة وملموسة، تواجدهم في الشارع يعني موجود معانا بنشوفهم في أي مراحل، سواء كان تخص المواطنين أو تخص الدولة، وطنيين برضو بناء عليهم. يعني هذه الاختيارات أو هذه الصفات اللي وجدناها في هؤلاء الناس، ربنا سبحانه وتعالى حابب الخلق، فكلنا احنا مشينا ورا الاتنين دول وجبناهم. يعني حضرتك كعمدة بلد يعني رشحت وقفت مع الاتنين دول لعملهم المميز مثلا لأهل البلد، أو وقوفهم مع البلد وعملهم الخير لأهل بلدهم. هو إحدى يعني كان أحدهم نائب سابق في 2010، والآخر جواد برضه بيعمل في المجال وبيعمل مجلس أمناء التعليم، عنده خبرة يعني. عندهم خبرة، فكان بناء على هذا الكلام تم الاختيارات وتقاربهم من المواطنين، وده الأهم. طيب ورأي الناس فيهم ورأي يعني المواطنين فيهم ايه برضو يا عمدة؟ يعني ممكن اسمح لي يكون رأي حضرتك ان انت شايف انهم اهل خير، تمام حد يختلف مع حضرتك في الآراء ولا ايه يا فندم؟ تمام تمام هو وجهة نظر حضرتك صحيح، بس يعني هرد على حضرتك واقول لك بدليل ان هم نجحوا تمام. ضد مرشحي الحزب مستقبل وطن، يعني دول مستقلين الناس بتحبهم. الدليل والقاطع الناهي في هذا الامر ان هم نجحوا وباصوات عاليه، فوارق كتير، فبقت شوارق نسبة كتير. كتير ايوه طبعا، جدا يبقى محبوبين بجد، وصلنا للنقطة وبيخدموا. بالظبط كده. طب بالنسبه بقى للمرحله الحاليه، ايه رأي حضرتك فيها؟ المرحله الحاليه كانتخابات مجلس نواب، تمام. ايه رأي حضرتك؟ يعني شايف ايه على الساحه دلوقتي، او شايف ايه اللي بيحصل؟ يعني رأي حضرتك ايه في اللي بيحصل دلوقتي؟ في الوضع الحالي يعني نقدر نقول ان الناس في استياء شديد، في ايه يا استياء فندم؟ في استياء ايوه وملل ايوه شديد نتيجة ما يحدث الآن. اولا يعني الدستور في المادة 5 نص على تواجد وشرعية الأحزاب، ايوه ففي أحزاب متعددة انشأت موجودة. اللي احنا فيه الآن هو سيطرة حزب واحد، سيطرة حزب واحد على المشهد السياسي، ايه هو الحزب؟ مستقبل وطن. مستقبل وطن. هو حزب واحد دلوقتي، هو ما احنا فيه دلوقتي النهاردة، يعني بالمهرجانات اللي حاصلة دي واللي انت بتشوفيه واللي بتسمعيه لغاية الآن، احنا يعني كله قاعد في قلق. طب انا كان في سؤال بس عايز اساله وبيلح عليا انا شخصيا يا عمده. انا شايفه دلوقتي في الوقت الحالي ده اعداد مهوله مترشحه لعضويه مجلس النواب 2020، يعني راي حضرتك ايه في الموضوع ده؟ او حضرتك بما انك كنت عضو سابق 2010، من 10 سنين، تمام. اكيد طبعا حضرتك عندك خبره في الموضوع ده، وشايف يعني الاعداد الزياده دي قوي يعني طبيعية، ولا حضرتك شايف ايه برضه؟ هو خلينا نقول طبعا في البداية انه ده حق طبقا للدستور
من حق اي مواطن ان يترشح، بس ده مش حق. كل مواطن ولكن برضه يا فندم. وانا لسه جايك في الكلام، انا اتفضل. هقول لحضرتك نتكلم عن الناحيه القانونيه، بنقول ده حق كل مواطن، خلاص حق مكتسب قانونا، مفيش حد يتكلم فيه. لكن نقول هذا المكان يحتاج ناس بمواصفات معينه. ايوه، هي دي بقى اللي نقف عندها شويه ونتكلم مع حضرتك فيها، بالظبط المواصفات المعينه. بالظبط. يعني انا عشان انتخب عضو مجلس شعب، ايه بقى المواصفات اللي المفروض تكون فيه عشان يمثلنا او يكون هو بيمثلنا في المجلس؟ عايزين نعرف المواصفات دي بقى ايه من حضرتك. اولا دي بتبقى يعني في سيكولوجية معينة تبقى في شخص معين عنده القدرة وعنده الاستطاعة ان يعمل ويجاهد من اجل الوطن ومن اجل المواطن. ودي اهم حاجة تبقى في النائب. النائب لازم يكون شبعان ومليان ايوه وما عندوش استعداد انه يبص لحاجة من خلفه، لا هو نازل لهدف معين يخدم لله والوطن. والله يا عمدة، يا رأي حضرتك سليم جدا جدا، ويا ريت أتمنى إن كل اللي يكونوا نازلين يكون هدفهم كده زي ما حضرتك بتقول، إن هم يخدموا وطنهم وخالص، وخدمة خالصة لوجه الله. هو لازم هيبقى كده ليه حضرتك؟ حتى لو نزل ومش هو كده، ثقي تمام ان هيجي الشارع في الاخر يرفضه يقول له مع السلامه باي باي، لان الواقع بيفرض نفسه. فاذا كان مستمر فيما كان لله والوطن هيستمر وهيستمر وهيستمر، اما عكس هذا الاتجاه مش هيستمر، لازم هيجي في النهايه. وربنا سبحانه وتعالى النظام كده بيسلط الشعب يقول له ده لا وده اه، لأني لا يصح إلا صحيح في النهاية. ايوه، لا يصح إلا الا الصحيح الصحيح، طبعا عند طبعا حضرتك حق. طبعا. طيب سؤال بقى عاوز اساله لحضرتك، بما ان حضرتك عمدة مستشار يعني زي ما بيقولوا كده في فض المنازعات في بلد حضرتك، يعني طب ليه حضرتك ما ترشحتش او ما نزلتش الدورة دي، ما رشحتش نفسك ليها لمجلس النواب؟ هو حضرتك طبعا يعني في قانون أنشئ أيام الإخوان وحجبوا على العمد إنهم ينزلوا في المجالس الشعبية أو المجالس المحلية أو مجالس النواب، يعني لا شعب ولا شيوخ ولا مجالس محلية، ده قانون. حجبوا عن قال العمد. لك عاوز تنزل ايوه اتفضل، بس القانون بيقول إنك أنت يعتبر العمد تنفيذي، فما ينفعش ان يبقى في المجالس الشعبيه او مجالس النواب. فقال لك اذا كنت عايزين تفضل قدم استقاله من العموديه. ايوه طب ليه حضرتك ما يعني ما فكرتش تقدم استقاله من العموديه لاني وترشح نفسك لعضويه مجلس الشعب برضه؟ هو ده السؤال. لا اهل بلدي لما جيت توليت انا العموديه كان والدي قبل مني، ف وراثه يعني، العموديه وراثه في العيله. هي الناس بتقولها مش انا اللي بقولها، هي الناس اللي بتقول ده يبقى عمده ما يبقاش عمده. ايوه انا كان معايا مع اخواته وكان معايا بحب الناس، عمه ومعايا وكلام زي كده، فضلوني انا بحب الناس. ليه؟ لحكم ان انا راجل عندي خبره سياسيه، ان انا قبل كده كنت عضو مجلس محلي محافظه ربع قرن، ودخلت مجلس الشعب في 2010 وكنت مستقل ضد الحزب الوطني، ايوه وربنا وفقنا بكلمه الشعب. ربنا يوفقك دايما فالناس يا عم. قالت لك احنا عايزين ده اللي هو يتعامل معانا واللي هو موجود معانا على الطبليه اللي احنا بنقعد عليه. عايزين حد منهم بالظبط كده. يحس فبالتالي بيهم. اصبحت دي امانه انا في رقبتي، ايوه ما اقدرش ان انا اسيب ناس بلدي بعد هذه الثقه اللي ادوهاني والحب، واقول لهم بسلام باي باي انا هروح مجلس الشعب وهروح مجلس الشيوخ. بس برضو يا عمدة انا برضو في حاجة هقولها لا برضو لحضرتك، وهي برضو رأيي يعني، انا وممكن يكون رأي كتير من الناس اللي عند حضرتك في المحافظة يعني او في بلد حضرتك. يعني لو حضرتك اترشحت لعضوية مجلس الشعب اكيد هتخدمهم تمام وهتبقى برضو في ظهرهم، ويمكن تمام اكتر ما تكون عمدة، تمام ولا انا بتكلم؟ هو وجهة نظرك يعني سليمة، بس برضو احنا بسلطتنا كعمدة من حقي ان انا اطالب ومن حقي ان انا ادخل. انا جات وزيرة الصحة عندي وقابلتها وانا عمدة مش عضو مجلس الشعب، وطلبت منها حاجات ونفذت حاجات وانا عمدة. انا بتكلم باسمي، بتكلم النهاردة باسم 20 25 مليون، يعني 1000 نسمة حاجة زي كده،
بنيجي نتكلم النهارده على 600 ألف ولا 700 ألف مواطن عن مركز إسنا بيطالبوا باحتياجاتهم الفعليه، اللي هو يعني في الفتره اللي فاتت احنا عانينا كتير، عانينا كتير بالذات وقت ازمه كورونا. طبعا الشعب المصري والدول يعني. كلها دي كانت بالنسبه لنا كارثه، العربيه والاوروبيه عانت من الموضوع يعني. بالظبط بالظبط، فدي كانت كارثه. الحمد لله ربنا نجانا منها الحمد لله. وان شاء الله يعني مصر والله ربنا يحفظها عمده هي ما زالت لسه مقيمه، ربنا ينجينا ان شاء الله يعني برضه منها غير يعني الاول، ان شاء وربنا الله. ان شاء الله هيحفظنا باذن الله، يحفظ مصر، لان مصر يعني هي دي معروفه يعني ام الدنيا ان شاء الله. طيب يا عمده، انا كنت عايزه من حضرتك بقى تكلمنا عن يعني اعضاء مجلس الشعب. حضرتك طبعا يعني لما انا مثلا اجي انتخب، حضرتك قلت لنا المواصفات ايه؟ طيب من ضمن المواصفات دي ما نرشحش مثلا اللي طالعين اللي هم الشباب؟ هو طبعا الشباب ده الاساس. النهارده انت لما جيت على مستوى جمهوريه مصر العربيه هتلاقي كم الشباب 65% من المجتمع. ايوه فالشباب ده هو الاساس. لكن هي مشكله الشباب انه مش عاوز يقتنع ان لازم يبقى له كبير. فدي المشكله الاساسيه في الشباب. ولذلك تلاقي انت سالتي سؤال، حضرتك بتقولي كم من المرشحين اللي بينزلوا؟ ايوه انا شايفه اعداد مهوله ما في هو كل بقى المحافظات. بالظبط على مستوى المراكز ومستوى المحافظات. كلامك صح، الو، ايوه ودي فندم، مشكلة. السلام عليكم. الو، ايوه السلام عليكم، معانا تليفون يا عمده. اتفضلي. الو، ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل استاذ احمد. احمد البطيخي من اسمه. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك يا استاذ احمد، اتفضل. تحياتي للعمده ضياء، استاذ احمد الرجل الحر، الرجل اللي هو يعني كنا بنحبوه في اسمه، الرجل السياسي. ايوه هو فعلا راجل سياسي. اتفضل يا استاذ احمد، اتفضل. العمدة ضياء زهوتي ده حبيب الملايين هنا في اسمه يعني، يعني لو وكل نزلت الناس بتحب الانتخابات العمدة حبيب ضياء والله الملايين اهو. بصراحة. استاذ ما احمد، جبتش حاجه من عندنا. استاذ احمد ربنا يكرمك حبيبي. الله يبارك فيك. احمد البطيخي معاك عمدة. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يبارك فيك يا ازاي حضرتك؟ الله يبارك فيك عمدة، ان الله شاء الله يكرمك. تكونوا كلكم بخير ده باذن الله. شرف كبير لينا العمدة داوتي عندنا في اسمنا هنا. حبيبي الله يكرمك. الله يبارك فيك. ما احنا مش والله يا بنمثلكم عمدة، برضو، احنا بنمثل شعب اسمنا العظيم، كمان بنمثل عمدة شعب اسمنا والله الكادح، الكادح وبنوصل والله الامانه بما يرضي ربنا. صح، وان شاء الله جميعا تكونوا بخير باذن الله. واحنا وراك يا عمدة في اي حاجه، احنا تحت امرك ومعاك وراك في قلب واحد. ربنا يكرمك يا يعني استاذ لو احمد، العمده ربنا يا استاذ يكرمك. احمد رشح نفسه لعضويه مجلس الشعب، استقال من العموديه ورشح نفسه لعضويه مجلس الشعب، ناويين على ايه؟ ندوا العمده اول واحد هيطلع ان شاء الله باذن الله، واحنا وراه في اي حد يختاره برضه. ربنا والله يكرمك انا ده رايي، انا ده رايي الشخصي ليكم يعني. لا العمده ده هنا يعني كمان ليه معزه خاصه، لان راجل رسمي وراجل يعني محبوب وراجل بيقول الحق، ودايما بيزعلوا مني الجماعه المنافقين. الحمد لله. طيب انت مش شايف بقى يا استاذ احمد ان راجل بكل الصفات اللي انت قلتها ده دي المفروض ان هو يمثلكم في عضوية مجلس الشعب؟ والله ده والله ده شرفنا العمدة ضياء انه ينزل، لكن هو طبعا القانون اللي بيقول عليه سعادتك ده اللي قدامه، ما هو ممكن لان هو برضه يستقال يعني من في العمودية. يعني هو برضه الواضح ان هو ماسك في العيلة، يعني ان هي طبعا دي طبعا وراثة، طبعا فانا طبعا عن والدي اهلي انا مش عايزة اتنازل اهلي عنها، ناس بلدي انا متنازل عن عضوية مجلس الشعب مقابل العمودية، مع شكرا. ان في كتير جدا ما بيقولش زي حضرتك كده واحنا يعني عندنا العمدة بيفضلوا. والله العمدة بيشرفنا باحسن من 100 نائب والله. الله يكرمك يا استاذ احمد، شكرا حبيبي. هو كده خلاص بقى نائب، هو كده خلاص بقى نائب يا استاذ احمد. شكرا يا استاذ احمد، متشكرين. ايوه. طيب استاذ احمد مع حضرتك، اتفضل. الو، خلاص الاستاذ احمد اسعدنا بمكالمته والله يا عمده. هكرمك. واضح يعني ان الناس بجد بتحب حضرتك جدا، الحمد لله وانا دلوقتي عرفت اصرارك انك ما تتنازلش عن العموديه وتترشح في عضويه مجلس الشعب. الحمد لله. بس طبعا اكيد
في من المحافظة، من محافظة الأقصر، محافظة كبيرة طبعا معروفة لا شك. ومحافظة سياحية يعني جميلة، الأقصر وأسوان ما شاء الله يعني عليهم. أكيد طبعا نازل عندكم أعداد زي ما بنسمع من المرشحين. بالضبط. طيب يعني حضرتك بقى من المرشحين دول، ممكن ترشح شاب كده طالع لسه مثلا في صفات كويسة من اللي حضرتك قلت عنها، تقف معاه وتبايعه وتأيده وتقف في ظهره؟ اه طبعا طبعا، بس نشوف المقومات بتاعته ايه. معانا تليفون من الأستاذ سيد عبد الوهاب من إسنا. أهلا وسهلا أستاذ سيد. اهلا وسهلا بكم. أهلا بحضرتك، اهلا اتفضل. وسهلا بحضرتك. طب حضرتك ممكن تطفي بس التلفزيون وتسمعنا؟ حاضر. اه حاضر. اتفضل 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 يا استاذ سيد. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله والله بخير. احنا بنصبح على العمده بتاعنا الكبير عمده ضياء، مثلنا الاعلى في السياسه، رجل السياسه الاول، والعمده اللي بنفتخر بيه. حضرتك منين يعني يا استاذ افضل. حضرتك منين يا استاذ سيد؟ حضرتك انا منين؟ من اسنا النمسا. اسنا النمسا. النمسا. طب اهلا يا استاذ سيد، يعني ازيك يا عمدتنا؟ مركز ازيك اسنا يا استاذ برضو سيد؟ يعني تبع العمده؟ ايوه ايوه اه طبعا اتفضل العمده، مثلنا الاعلى ومثلنا الكبير. اتفضل يا استاذ شكرا سيد حبيبي، الله اتفضل. يكرمك. الرجل السياسي الاول، شكرا. ونتمنى ان العمده كان ينزل الانتخابات واحنا وراه قلبا وقالبا. ما احنا بنقول اهو. حبيبي ربنا بس يكرمك، هو الواضح ربنا ان انتوا يكرمك. متمسكين بعمده وهو كمان متمسك بعمده عشان تقاليده وعيلته. والله انا رحت له الديوان، هو يقول لك انا اتحيلت عليه، قلت له يا ريت تمثلنا، يا ريت احنا الجنوب المحتل نقوى بيك. حصل. هو الراجل ما بيتاخرش في خدماته لينا، فدايما رجل خدمات، وهو اللي يستاهل. فطبعا مكان زي ده يستاهل واحد يجري وراه. ايوه الو. تمام. مع حضرتك، اتفضل يا استاذ سيد، سامعين حضرتك. فيا ريت والله العمده احنا، يا ريت يا ريت يا ريت يلبي طلباتنا وينزل الانتخابات واحنا وراه قلبا وقالبا. طيب العمده بقى يعني بما ان هو مش عايز ينزل يا استاذ سيد الانتخابات، وشايف ان العموديه هو بيقدر يخدم من خلالها اهل بلده، حضرتك بقى قدامك مرشح مثلا ان انت تقف معاه انت والعمده يمثلكم في مجلس الشعب؟ انا عرضنا عليه والله، المفروض ان هو طبعا عمده الجنوب كله، فطبعا احنا وراه في اي حد ان هو ممكن يقدمه لينا واحنا معاه. ايوه قلبا ايوه وقالبا. ايوه فهمت رايك، يعني رايك ان مثلا العمده اللي شايفه من وجهه نظره ان هو كويس ويخدمكم ويمثلكم، يمثل محافظه الاقصر ومركز اسنا، ان انتوا تقفوا وراه. شكرا للمكالمه، شكرا استاذ سيد لمداخلتك، ونكمل مع العمده دي. هو بالنسبه للاخ، كلام الاخ سيد بالنسبه للشباب، ايوه وطبعا الدستور ينص على ان الشباب لازم يمثل، وذوي الاحتياجات الخاصه برضه لازم يمثلوا، والمراه طبعا هي اساس مقعد المرأة. ايوه ده 25 25%. ايوه يعني احنا نتمنى في القادم اللي احنا فيه الان ان من لهم الامر في هذا الامر ان ربنا يمثلوا يولي الشباب، من يصلح. يمثلوا الشباب ربنا يولي ويمثلوا من ذوي يصلح. الاحتياجات الخاصه، لان ده دستور بينص على هذا الكلام، ده حق ليهم. يعني احنا بندعم الناس دي وبندعم الشباب بالذات، بس انا عايز الشباب يهدى ولازم يقتنع يبقى له كبير. لا هو احنا بقى يا عمده موضوع الشباب ده احنا عايزين حضرتك تتكلم معانا فيه شويه، يعني تنصح الشباب تتكلم تمام. معاهم. وهقول لحضرتك برضو على حاجه، مش كل الشباب اللي ما بتعتبرلهاش كبير، بالعكس في شباب محترم جدا جدا وبيوصل في سنه أكيد. صغير أكيد. لمناصب عاليه في القضاء في الدوله. أكيد. طيب احنا معانا تليفون برضو يا عمده، حضرتك حبيب الملايين، اتفضل الحاج رجب. السلام عليكم. الو اتفضل. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم عبد الله. السلام ورحمة الله. تحياتي ليك وللعمدة. الو ازيك يا عمدة؟ حبيبي ازاي حضرتك، عامل ايه؟ حضرتك منين يا حاج رجب؟ حضرتك منين؟ انا من اسنا النمسا. اهلا يا استاذ رجب. نفس البلد، يعني زي ما قلت لحضرتك برضه هكررها لك للمره العشره، حبيب الملايين العمده ضياء. النمسا دي ما معروفه يعني. اتفضل يا حاج رجب مع حضرتك، اتفضل. الاتصال اتقطع، يا ريت تحاول تاني يا حاج رجب، كنا عايزين نسمع هتقول ايه عن العمده. طيب نرجع لموضوعنا وهو الشباب.
حضرتك بتقول ان الشباب عندهم عيوب، انهم ممكن يكونوا متسرعين، ممكن يكونوا ما بيعتبروش لهم كبير، وانا رديت على حضرتك وقلت لك ان مش كل الشباب. نعم، هو مش كل الشباب بس الغالبية. الغالبية اللي حضرتك بتتكلم عنها. بتكلم عنه. دي طيب. مشكلة. هي دي المشكلة. أيوة. آه يعني احنا سعادتك في حاجة بتقول ايه؟ اللي ملوش كبير بيشتري له بيشتري كبير. له كبير. ايوه. واحنا لو بنقول يعني الكبير ليه الكبير؟ الكبير ده عنده خبرة. الكبير ده قاسى في الحياة وداس في الحياة والحياة صدمته واتصدم بيها. وعنده وتعلم. خبرة. أيوة. وعنده من خبرة الحياة. وعنده وعنده من وعنده وعنده وعنده. فاحنا عايزين بنقول للشباب كده عشان بس يبقى ياخد الأد. احنا لازم نؤمن بالشباب. أيوة. وهم اساس مصر، وهم ثروه مصر. الشباب ده هو اساس مصر وثروه مصر. انا دايما اقول كده والله يا حاج، دي حقيقه. انا دايما اقول كده ان الشباب، احنا دايما بنشتغل على الشباب. هم وبس انا الاساس، عايزه، هم اساس المجتمع. احنا معانا تليفون برضه يا عمده. يا اهلا اهلا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هستاذن انا حضرتك عايز، بس توطي التلفزيون وتكلمنا من ماشي التليفون. ماشي اتفضل اتفضل يا حاج رضا اتفضل. ماشي. أنا من الدقهلية. من الدقهلية. عايز أكلم العمدة ضياء. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. طب حضرتك من الدقهلية، تعرف العمدة منين؟ أنا يعني شايف البرنامج على التلفزيون، بس عايز أكلمه في مشكلة. اتفضل. يا عمدة، أنا جوز عيال شباب اتخانقوا مع بعض، فابني وجوز العيال وقعوا على بعض، فالمطوة دخلت سنة ونص، وأنا خارج من بلدي دلوقتي. على اكتر من سنه ونص، انا وجوزي انا وثلاث عائلات، وطردني بره البلد، وانا ما فيش فلوس، وانا قاعد من بيتي في اخر الدنيا، والعمده بتاعتي لان عمده قلبي، وهم طردني بره البيت، وانا قاعد مأجر في بلاد ثانيه، ومن بيتي لاخر بلد. طب يا حاج رضا، يا حاج رضا، حاج رضا، حضرتك سامعني؟ سيب رقم حضرتك في الكنترول، هنتواصل معاك حالا، هنتصل بيك يا حاج رضا. نرجع لموضوعنا، وهو كون موضوع الشباب. نعم. حضرتك توجه رسالة للشباب في الوقت الحالي اللي احنا موجودين فيه، في ظل الأزمة والظروف اللي البلد بتمر بيها، حضرتك توجه لهم رسالة وتقول لهم ايه؟ انا اقول لهم طبعا انتم من حقكم انكم تتمثلوا في مجلس النواب او مجلس الشعب او مجلس النواب الحالي القادم، يعني ده حق قانوني ليكم، قانون انص على كده. ايوه. ومعاكم ايضا برضو ذوي الاحتياجات الخاصه، ومعاكم المراه، ومعاكم باقي النسب يعني اللي هي مسموحه، الاخوه الاقباط وما ادراك، ده حق ليكم. احنا ما بنقولش لا. والله انا شكرا لحضرتك، وانا سعدت بلقائك، وسعدت بمكالمات اهل اسنا، مركز اسنا كلهم. سعدت بلقائك يا عمدة، وأعزائي المشاهدين سعدنا بلقاء العمدة ضياء معانا، مع وعد مع لقاء آخر إن شاء الله. أنا سعيد جدا ومشكرك. سعيدين بحضرتك جدا والله يا عمدة. أسعد والله. ولقاء حلو وممتع في السياسة، حضرتك راجل سياسي درجة أولى.